راجل المكانة يعود إلى درب السلطان والجرأة وتفادي الأخطاء. هذه الأمور التي نستطيع من خلالها أن نحقق الفوز في هذه المباراة. الكرة تتحول الآن من جديد والمحاولة في انطلاقة لمصلحة فريق تعود الكرة من جديد في نص الملعب، فيها محاولة فيها التقدم لمصلحة فريق الرجاء. تحدثنا عن تشكيلة فريق الرجاء، فريق باتوندي اللي يبدأ بديلا لوليد الكرتي، بديع عوق في الجهة اليمنى أيوب الكعبي، إسماعيل الحداد، لكن حتى الآن الرجاء نشاهد جماهير الوداد تأتي في هذا المكان، والكرة العرضية على القائم القريب ولكن حارس المرمى متابعة دربكة ضاعت، لكن ما زال الرجاء حتى الآن أفضلية. الكرة طويلة وعالية من محسن متولي، الكرات العالية ولكن الكرة أيضا بتدخل. لقطات مشاهدين مستمرة، الكرة بتتحول الآن من جديد في الجهة اليمنى. بتتكلم عن تربية الأب الروحي بالتأكيد، الأب جيكو والتيم كثير من مسألة مباراة، من مسألة كرة قدم، لكن بلا شك الفوز، لكن بلا شك التأهل، لكن بلا شك المذاق للدربي أكثر من فرحة بالتأكيد. كيف لا، وهو وان في الجهة اليمنى، فيها انطلاقة، فيها محاولة، فيها تمريرة، فيها ربع ساعة مشاهدينا مرت من ثمن شوط المباراة الأول. النتيجة التأثر، هذا الرجل جمال السلامي لم نشاهد حتى الآن جمال الرجاء يا السلامي. الكرة تصل مرتين فقط على الورق، على الورق ظهير كل شوية تشوفه موجود، سجل من ركلة جزاء وكاد أن يضيف هدف ثاني. محمد نهيري غاب عن الذهاب لكنه حضر، يرجح كفة فريقه بصناعة ركلة الجزاء. الكرة بتضيع والكرة بتتحول من جديد. حلو الدربي، حلو الدربي والهدف بدري. أشعل أيوب بيلعب الكرة، أيوب إلى الخلف، ترجع الكرة كانت عن طريق محمد دويك. فريق الرجاء يحاول في الجهة اليمنى، مستمر محسن متولي، محسن متولي في الجهة والنقاش في الجهة، ولكن العرضية لاعبين أيضا في الديربي. محمد ألحاد 21 ديربي من قبل الرجاء بالمقابل حارس نادر المياقري اللي نتذكر جيدا كان في الوحدة الإماراتي في فترة من الفترات، أيضا 19 ديربي. كرة بتتحول من جديد، كان حارس رائع جدا نادر المياقري. فابريستين غوما بيرسل الكرة في مكان فيها كنترول، الرجاء لن يهدف، الرجاء على أصوات، على أهازيج مستمرة من قبل جماهير الفريقين. كرة منظر إلى من جديد لمصلحة اختصار، كم الاختصار أيضا، كم الثقة التي ستحصل عليها، وبالتأكيد أيضا علاقة بالمدرج علاقة رائعة. كرة عرضية، الكرة بتعدي، المتابعة إن على مستوى السيطرة الاستحواذ فريق الرجاء في الشوط الأول كان الأكثر استحواذا، الأكثر وصولا، وما زالت مبادراته مستمرة. قصة متجددة في كل مرة، حكاية متجددة أحداثها حتى وإن كانت حالية ووقتية لكنها تستحق الوقوف، تشجع القطب الآخر. أنا قلت لي إذا صار عندك مشكلة أو شيء تعال اليوم نام في البيت، ولكن حتى نتعرف على النتيجة إن كانت هناك. اللاعب فابريسين غوما أكثر من هدف في الشوط الأول بالنسبة لفريق الرجاء، بيزيد القادمون من الخلف. هذا فابريسين غوما يمثل هذا الدور بشكل ممتاز. الله على المرور، الله يا رحيمي، ما زالت إلى غوما، غوما بيغير الاتجاه، بحسن متولي يعيد الاتجاه لكن تقناوتي. إصابة وليد الكرتي جعلت أيضا بابا تودي يلعب، أيضا شيخ كومارا المدافع أيضا اللي يتواجد بعكس فريق أيضا الرجاء اللي يستفيد من اللاعبين الأربعة. ألجت إلى فابريسين غوما، وقف سيطر، مرر في نص الملعب، يرسل الكرة محسن متولي، محسن متولي يرسل الكرة، عادت من جديد من جانبي الوداد، ورفع ذلك ورد من الاتحاد العربي في قانونية مشاركة مالونجو. متولي محسن يرسل الكرة، وين تولي الكرة فيها تمريرة، ولكن كراها كوما لمصلحة الرجاء. يقاتلون، يحاولون، يستمرون، يضغطون، يقتربون، الكرة من محسن لكن مقطوعة في دربك. شايف الآن الكرة عن طريق إبراهيم، إبراهيم النقاش، الله على الاحتفاظ بالكرة وإعادة الكرة، لكن الضغط ممتاز، قطع الكرة سليم، محمد دويك
الشباك وقسم تولي مقسم تولي بأدوار دفاعية الآن أدوار هجومية الآن محاولات للنسور محاولات للجرين بولز محاولات لدرب السلطان الكرة بتتحول الآن باتجاه فابريس إنغوما بيرسل الكرة في مكان فيها تمريرة فيها محاولة فيها متولي قوية يا رب تكناوتي غير عادي غير عادي في نظيفة ما زالوا يحاولون لكن تكناوتي يردوا في كل مرة يبعدها إلى ضربة ركنية الوداديون تيبو إن استمرت الأمور بهذه الطريقة تيكناوتي لكن المحاولة العرضية وتيكناوتي من جديد بالقفة فابريس إنكار الحكم يشير إلى خطأ التصادم وبالتأكيد مباراة فيها من الاندفاع فيها من الكروت فيها الكرة باتجاه محسن متولي النسور يريدون التحليق النسور لا يرفعون المنديل ما زالوا يحاولون محسن متولي لكن شوط إيابي كأس محمد السادس للأبطال كرة بتتحول الآن في الجهة اليسرى متولي بيلعب لكرة مالونغو مراقب متابع شوف ضغط لاعبين فريق الوداد شوف كيف يقاتلون شوف كيف محاولة الضغط على حامل الكرة نعيقين هذه أول مواجهة بطابع خارجي ببطولة خارجية الكرة تأتي محسن متولي يأتي لكن التمريرة من طول ركبي يعني على الأقل احتفالية أسبوع كامل بعد الديربي يعني على الأقل الذكريات تبقى قيم ومحسن متولي وسنقهور وسفيان العنودي وهشام بوشروان وأسماء حديدة مرت بالدك الكرة تتحول الآن في لكن الكرات المرتدة الآن الأسماء اللاعبين من البدلاء اللي ممكن مشاركتهم في شوط المباراة الثاني هل هناك أوراق ما زالت قائمة والفرصة المستمرة الكرة بتتهيئ محسن متولي الرجاء يحاول تصويبها تأتي من جديد عرضية رأسية مقطوعة هنا الكرة هنا العرضية هنا الرأسية من مالانجو بيلعب للكرة إلى محسن متولي محسن متولي بيلعب للكرة في الجهة اليمنى باتجاه محمد دويك نقلات الرجاء مسيطر الرجاء متحكم الرجاء يستمر بالمزيد من الرجاء والآمال والأحلام الجزيرة والإسماعيلي مولودية الجزائر والقوة الجوية الكرة بتصل الآن في مكان الله على المرور الله على متولي سقوط ركلة جزاء ركلة بركلة والبادئ وحلي لمصلحة فريق الرجاء نشاهد العودة هل يعودون بيرسل الكرة يا رب الدربي يعودون إلى متدمر الأصوات الأهازيج الأناشيد اللي كرة فيها متابعة حارس المرمى يتألم الرجاء سجل على التكناوتي أخيرا ولكن من علامات الجزاء قبل في العربي الكرة من ضربة ركنية في مكان باتجاه محسن متولي محسن متولي السلام عرضية رأسية الرجاء ولا يكتفي تصل ما بين خط أحمر وما بين إشارة خضراء نحن اليوم في هذا الديربي محسن متولي الكرة مقطوعة تعود من جديد الكرة فيها دربكة وتلتفتون إلى الهدافين في مباراة اليوم حارس الوداد التكناوتي اليوم وقفازه كان خلف تعود الكرة الآن في نص الملعب لمصلحة فريق الرجاء هذه التمريرة محسن متولي صاحب التعادل بيلعب الكرة باتجاه مالانك متيفو تحرص الجماهير على أن تحافظ على سريتها لأن حتى ما توصل فيه إن كانت مع كاميرا بالتأكيد الكرة تصل باتجاه محسن متولي بيلعب الكرة إلى ناس جربون بيرسل شارك في الشوط الثاني كتغيير وتأهل في هذه اللحظات الأولمبية أمسي على حساب الترجي بركلات الترجيع المغاربة لن يفرطوا يا رب أنس جبرون انتهى كمدرب في هذه الليلة لم يكن أشد المتشائمين يتوقعوا هذه النتيجة وضيع وهي ما تضيع 4-1 الكرة بتتبرر بينية للرجاء ما زالت الأم والنتائج وممكن التقلبات وممكن التوقف التقلبات المستمرة شوف هذا أحداد يحاول يرسل الكرة محسن متولي
الاستلام محسن متولي تسليم بيرسل الكرة إلى أنس جبرون. أنس جبرون يا رب في مكان في الجهة اليسرى فابريسينغا يتقدم للرجاء وهم يتذكرون كل لقطة يتذكرون كل مشجع أمامهم حضرة كفريقين من الفرق المغاربة أيضا المغربية الموجودة مع فريقين أيضا من السعودية تأهلوا الاتحاد السعودي والشباب السعودي. هنا الكرة هنا المحاولة تعود من جديد أنس جبرون سيسابقون الزمن سيحاولون سيقاتلون لن يستسلموا الدربي بالنسبة لهم أكثر الدقة محسن متولي من علامة الجزاء سجلها الآن يتقدم يرسل كرة عالية عرضية رأسية سقوط في منطقة الجزاء في المباراة لا تصدق بأن النتيجة بأربعة أهداف مقابل لا شيء لكن السيطرة والاستحواذ ليست كل شيء. أنس جبرون محظوظا بالتواجد في هذا الديربي في هذه الليلة الكبيرة حتى الآن والكرة العرضية العالية التي لم تنتهي بعد والتي لا تنتهي بمجموعة تغييرات صارت في شوط المباراة الثاني. أيضا اللي شارك رقم 15 من صناعة الأهداف المتبقية لفريق الوداد رقم 20 الكابتن رابح لي الذي رمى به زرام لكي يقلب الصورة والنتيجة والشكل هرق الوداد ولكن تبعد من شيخ كمارة لم تبعد كثيرا ما زالت قريبة أحداث بيرسل الكرة محسن متولي بيلعبها أنس جبرون الكرة مقطوعة ما زالت الآن الكرة في الصف لمصلحة النسور المحاولة مستمرة نقلات تمريرات بعرض الملعب أنس جبرون إلى الدور القادم. مع ذلك يشوف جمهور الرجاء ما زال يشجع حتى الأوقات الأخيرة يعرف صعوبة الموقف يعرف صعوبة الوضع الكرة بتتحول ومحسن متولي للرجاء يأتي للرجاء يأتي يا رب يا الله لم تنتهي بعد بل بدأت الآن بل بدأت الآن إنهم يتحدون الضغوطات تسجل علينا على طريقة بانينكا أسجل على طريقة بانينكا يردونها هنا تعود من جديد الوداد متراجع الوقت لا يمر سريعا على جماهير الوداد 4-3 قد تتغير باقي من الدقائق بالتأكيد 3 كافية كافية يا متولي بيرسل الكرة فيها تمريرة حتى المدافع متقدم الآن بدر عرضية رأسية المتابعة من مالونكو هل أضعت تأهلا بالنسبة للوداد هل يكون العقاب سريعا أي كرة أي لقطة تلعب بالأعصاب لا تضرب المشعة الكبرى ديربي وداد الأمة ديربي رجاء الشعب ديربي الليلة التاريخية الكبرى اللقطة هل تكون الأخيرة دقيقة ونصف محسن متولي بكرة ثابتة سيحاولون سيتمسكون بكل الآمال كرة عرضية رأسية مستحيل مستحيل لا تقلب الصفحة الأخير يكتب باللون الأخضر يكتب بلون الرجاء يكتب بلون النسور يكتب بمدرج المجانة يكتب على درب السلطان يكتب بمقهى بويا صالح إنه رجاء الشعب إنه رجاء الشعب ريمونتادا تاريخية عالمية كمباك خيالي 4-4 من الذي ارتقى أي رأس قفزت أي كرة استقرت أي نهاية أي ديربي 4-4